المتابع لواقع التراث الفلسطيني يجد مواويله ورقصاته تحمل هوية الحرب، وهذا ما يلاحظ على الشعب الفلسطيني الذي ألف النضال وسيمضي معه إلى يوم القيامة في ظل هوية لم تهود ولم تهن أمام احتلال لا يزال قابعا لعقود. وفي هذا الصدد أقامت جمعية كنعان لفلسطين مهرجانا خطابيا بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في خيمة المقاومة، حيث كان المهرجان مناسبة لإعلان جمعية كنعان عن تشكيل لجنة لمناصرة الأسرى في سجون الاحتلال. ومتابعة لشؤون أسرار، فإننا نعلن بهذه المناسبة وباسم جمعية كنعان لفلسطين عن تشكيل لجنة كنعان لمناصرة الأسرى في سجون الاحتلال. وسوف يتم تدشين هذه اللجنة في الشهر القادم إن شاء الله بحضور الأخ رئيس الجمعية. لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، شعار يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام الذي أكد فيه أبناء ثورة الحجر على استمرار نضالهم مشددين على إعادة ضبط البوصلة الوطنية لتوحيد صفوف أبناء المقاومة ومحاربة العدو المحتل. إن الحركة الأسيرة جزءا أصيلا من الحركة الوطنية الفلسطينية، وهي تأكيدا على استمرارية ودينونة المقاومة والنضال، بل هي ممتدة في تاريخها منذ 58 عاما، أي منذ عام 1956 عندما أسرت أولى مجموعات الشهيد مصطفى حافظ. المهرجان طالب بعدم التوقيع على أي معاهدة سلام ما لم يكن شرطها إطلاق سراح المعتقلين، حيث تشير الإحصائيات أن 58 عاما من الاعتقال أدخلت 800,000 مواطن فلسطيني سجون الاحتلال، منهم من حكم عليه بالسجن المؤبد، حيث طاول الاعتقال هو أيضا نساء وأطفالا دون السن القانونية. ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة بضرورة وسرعة التدخل لإنقاذ حياة العشرات من الأسرى المرضى الذين هم في حالة الخطر الشديد والموت المرتقب جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى وكبار السن. المهرجان اختتم بتكريم جمعية كنعان لأسرى محررين كان على رأسهم سفير دولة فلسطين في اليمن، ومنهم أيضا اليمني الشيخ باقي علي اليمني، والذي اعتقل 16 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي.